وأيضا فإن المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه بالمدينة النبوية دائما لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله. شو الناس الموحدين كيف يا جماعة؟ ما هو ده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام وهو ده محل اللي بيصلي فيه. ما في واحد من الصحابة ولو بالغلط كان بيبرك في المحل ده ولا بيبوس المحل اللي بيصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الشيخ شيخ وسخ ساكت، تلقى تاكل يده كده للنسوان والرجال ولبنات الحلة يقبل اليد. أنا مشيت حتة هنا بعيدة من حتتكم دي شوية، مشيت بنفسي مرتين سافرتها، في واحد بيحكوا لي ناس الحلة براو عن ناس الكبار الوجهاء، قال لي يا زول والله ما من بلدنا، من بلد بعيدة جدا، جاء شايل لك كيس نايلون ولابس لي سفنجة، بس كيس نايلون خدت فيه جلابيته ولا حاجة. قال لي استقبلناه وقال لنا أنا شيخ وأنا حافظ القرآن وغشانا، أدى غرفة في نص الحلة، عمل فيها ولي طوالي. الزول ده بيلم بنات الحلة، أنا ما حجيب لك اسمه ولا اسم المنطقة، بيلم بنات الحلة يوميا لحد الساعة 1 بالليل، هو عزابي ذاتهم معرس، كنا قعدات معاه في الغرفة، نهرتهم لك نهر. قلت لهم يا جماعة أنتم ما رجال؟ أنتم ما الدين أنتم ما رجال بس رجال ساكت. أنا أخلي بناتي يا أخي يقعدوا مع زول زي ده تافه يوميا لحد 1 صباحا في غرفة مغلقة ويقول لكم أنا شيخ وأنا ولي وأنا صالح؟ هل ده الصلاح ولا دي قلة الأدب ذاته؟ لكن باسم الدين. المهم كلمتهم كلام شديد لأنه ما عنده غيره ده، تتعامل معه كيف؟ يا أخي الكفار كان عندهم غيره يا أخي، يا أخي المشركات كان عندهم غيره يا أخي، ناس بيصلوا في الجامع وبيصوموا رمضان وبيحجوا بيت الله الحرام، ما يغيروا على أعراضهم؟ وين مرتك؟ والله مرتي مشت ليش يا الشيخ؟ قاعد في الظل وضارب سمك وشوربة حمام؟ تودي للمرأة؟ ليه 1 صباحا؟ قال أها سافرنا جينا تاني، قال لي الحمد لله طردناه ولكن عمل لي مصيبة، هي شنو ما وروني؟ لا عارفة. المهم المصيبة الثانية قال لي في مرة هنا وهو دي الغرية عندها بتة ودي عمها دايرة وبعد ذاك رفضوا له والبيت جاتها نفسيات، ساقوها ودوها للشيخ هناك، سافروا يومين أظن، قعدوا عند الشيخ شهرين مربطة بالجنازير، بنت صغيرة عمرها قريب 20 وبيجلدها في كرعينها وشرط لها كرعة بالسكين من فوق لا تعد، قال لها الشيطان بيطلع بهنا، والشيطان الشيخ الشيطان بيطلع بهنا، كرعين عفنوا الاثنين، والبيت شوف في سن زواج قطعوا لها كرعين الاثنين من فوق للركبة من الفخذين، والآن البيت قاعدة، الآن قاعدة والبلد قاعدة وزرت البلد دي نفسي وعارف أي حاجة هناك، دي المآسي بتاعة عباد القبب والأضرحة، لكن أكبر منها والمصيبة الأكبر الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. لكن نحن بنحكي للناس الحقائق دي عشان نحرك فيكم النخوة والغيرة، وإنه ديل ما ناس عندهم دين ولا دينهم ده هو الصحيح الجبه والرسول عليه الصلاة والسلام.